بعد 5 سنوات من الجهود، أكثر من 6.9 مليون فقير مسجل تخلص من الفقر عن طريق إعادة التوطين. إن الخروج خطوة أولى لإعادة التوطين للقضاء على الفقر. تطوير الصناعات والتعليم والرعاية الصحية وغيرها من المشاكل التي ستواجه الجماهير بعد انتقالها هي مفتاح اقتلاع جذور الفقر والاحتفاظ بالاستقرار، وخطوات تالية للتخلص من الفقر عن طريق إعادة التوطين. تعيش أسرة يان تشونغ الآن في قرية يوان لونغ في بلدة نينينغ بمحافظة يونينغ بمنطقة نينسيا. هي أكبر قرية إيكولوجية للمهاجرين، يوجد فيها أكثر من 10,000 مهاجر من 14 مجموعة في مدينة غويان. مسقط رأس ليان تشونغ في شيخايغو، وهي اسم عام لشيجي وخايوان وغويوان وغيرها من المناطق الجبلية بجنوب نينسيا. الطقس جاف والبيئة سيئة والمواصلات صعبة. حددها برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة عام 1972 كأحدى المناطق الأقل ملائمة للعيش. طرحت الصين عام 1996 برنامج المساعدة عبر الأقاليم، وتقرر إقران 13 مقاطعة ومدينة متقدمة اقتصاديا في الشرق بالمقاطعات والمناطق العشر المتخلفة اقتصاديا في الغرب. قدمت مقاطعة فوجيان مساعدة خاصة لمنطقة نينشيا، والهدف منطقة شيخايغو. عام 1997 ترأس شي جين بين الذي كان وقتها نائب أمين لجنة الحزب بمقاطعة فوجيان وفدا من حكومة المقاطعة للقيام برحلة ميدانية لجبال نينشيا الجنوبية. لاحظ خلال التحقيق أن منطقة شيخايغو بسبب سوء الأحوال الطبيعية غير قابلة للعيش وتقع في ورطة الفقر طويل الأمد. اقترح شي جين بين الذي كان رئيس المجموعة القيادية لمساعدة فوجيان لنينشيا تنفيذ مشروع الهجرة إلى منطقة صالحة للعيش، أي نقل فقراء شيخايغو إلى منطقة الري من النهر الأصفر. وتم اختيار شاطئ غوبي تحت جبال خولان كموقع إعادة التوطين على بعد 50 كيلومترا من مدينة يينشوان. اكتشفت منطقة نينشيا طريقة الهجرة للقضاء على الفقر تناسب الخصائص المحلية، وقدمت نموذجا للقضاء على الفقر عن طريق إعادة التوطين. 1997年7月15日，列宁村的建起这培训场，我一下子感觉到心里下凉堂堂的，往那百来的那些专家们就下定了。خرج شي شين شانغ من شيخايغو لقرية مينينغ مع 5 عائلات، وكانوا أول جيل من المهاجرين هنا. تم بناء منشآت الري وحراثة الأرض ونقل المياه من النهر الأصفر، وأصبحت قرية مينينغ التي فيها 6 عائلات مزدهرة بهجرة الدفعة الأولى من 8,000 فقير من شيخايغو إلى هنا. كان بناء المشروع ونقل الفقراء خطوة أولى لتحقيق إعادة التوطين.
وبدعم فوجيان لنينشيا بعثت المقاطعة الخبراء إلى قرية مينينغ لمساعدة المهاجرين على تطوير الصناعة. في السنوات الأربع اللاحقة انتقل المزيد من الأهالي وتطورت قرية مينينغ إلى بلدة مينينغ التي يعيش فيها أكثر من 60,000 مهاجر. قدم التجار أيضا من فوجيان للمشاركة في البناء أيضا، ومن بينهم تشون دو تشي. عندما أتى إلى هنا عام 2007 قرر البقاء لإصلاح هذه الأرض في غضون 15 دقيقة فقط. بعد مرور سنوات من الجهد المضني، النبيذ المصنوع من تشون دو تشي وأهالي بلدة مينينغ بدأ يتألق في المسابقات الدولية، وأصبحت نجمة ماركة النبيذ الصيني. بالإضافة إلى ذلك، قدمت حديقته الصناعية للعنب العضوي أكثر من 3,000 وظيفة للأهالي. يعمل يان تشونغ وأهله في مصنع النبيذ لتشون دو تشي. دخلهم السنوي أكثر من 100,000 يوان. معظم العمال جاءوا من قرية يوان لونغ ويصيرون عمال صناعة من الفلاحين، وتخلص الجميع من الفقر وتحقق الثراء وزادت الثقة. في بلدة مينينغ اليوم، الحي السكني الأحمر البلاط والأبيض الجدار محاط بالأشجار الخضراء. التوت الأحمر والعنب والجوتشي في كل الحقول. يتم تربية الأبقار بطرق حديثة. بنهاية 2019 بلغ نصيب الفرد من الدخل المتاح هنا 13,970 يوانا، بزيادة 27 ضعفا عن بداية الانتقال عام 1996. انخفض معدل الفقر من حوالي 90% عام 97، حيث انتشل الجميع من الفقر الآن. وبخروج الملايين من المهاجرين من الجبال الصحراوية، ابتدأ مشروع تحويل الحقول إلى غابات وحركة التشجير. المكان الذي كان قاحلاً مليء الآن بالأعشاب والأشجار. أتى الأمين العام شي جين بين إلى قرية يوان لونغ ببلدة مينينغ في محافظة يونينغ بمنطقة نيشيا للتحقيق الميداني في 19 من يوليو 2016. انتظر شي شين تشانغ هذا اليوم لتمام 19 سنة من حفل إرساء حجر الأساس لقرية مينينغ. 就是19年04天，第二天的时间是97年的7月15号，这就是雷的年是2019年的7月19号。我这两个日子我特别就是生了终身忘不了这两个日子，写着写着，你老家的收入怎样？我说我老家的收入多少是个15倍元，在那么你摆着这里，你的收入情况怎样？我说我现在的收入堆积起来，我也完了，写着写着介绍，昔日的盖沙滩，盖头建设成今日的金沙滩，我写着写着，做梦都没想到。
قبل أكثر من 20 سنة خلق تنفيذ مشروع الهجرة لمنطقة صالحة للعيش سابقة لنقل الفقراء والقضاء على الفقر، وتجارب نينشيا الغنية لتخليص الفقراء عن طريق إعادة التوطين خلال الخطة 15. إن تخليص الفقراء من الفقر عن طريق إعادة التوطين عملية نظامية معقدة تشمل عشرات آلاف المستوطنين ويهم المصالح الشخصية لعشرة ملايين مهاجر. إنها إعادة تشكيل وتنسيق للمجتمع واختبار قاس للحكومتين المنتقل إليها ومنها. هذا حي تشين لون تيان في منطقة بيون يانغ في مدينة سيان بمقاطعة هوبي في عام 2018. تم نقل القرويين الذين كانوا في الجبال من 18 بلدة وقرية إلى هنا. تنظم لجنة الحي السكني هذه الأنشطة الفنية سنوياً لتقريب الناس ودمجهم في الحياة الجديدة. تحتل الجبال أكثر من 80% من مساحة يون يانغ، أما الأراضي المزروعة والمياه ف10% و4%. هناك كثير من الجبال وقليل من السكان، والحصاد يعتمد على الطقس والبيئة صعبة، ولذلك لا يمكن تخليص الجماهير من الفقر إلا بنقلها من الجبال. بسبب النمط الجيومورفولوجي تواجه منطقة يون يانغ صعوبات كثيرة كاختيار موقع المستوطنة وتوفير الدعم الصناعي وزيادة الدخل. اختارت الحكومة المحلية حي تشين لون تشيان السكني لبناء المستوطنة المركزية لنقل الفقراء. تم إعادة توطين 15,135 مهاجرا من 18 بلدة وقرية في يون يانغ. يتطلع المحليون الآن الذين غادروا مسقط رأسهم إلى الحياة المستقبلية بقدر ما يشعرون بالتوتر والقلق. بعد الاستقرار، الصناعة هي المفتاح. ذات يوم جاء وي يانغو أمين الفرع الحزبي لحي تشين لون تشيان إلى المؤسسة في هذا الحي ويريد معرفة حالة التوظيف للمهاجرين. وفرت المؤسسة وظائف لأكثر من 1500 مهاجر في الحي، ونظراً لاختلاف أوقات الخروج المدرسي عن أوقات العمل للعمال، يأمل رئيس المؤسسة أن يساعد الحي على إنشاء مدرسة بعد الساعة 4:30 لحل المشكلة. وبجهود مشتركة افتتحت المدرسة بعد الساعة 4:30 في حي تشين لون تشيان. تعمل تشين تشيان في مصنع الجوارب بعد انتقالها عام 2018. ومن
现在的话，社保也交了，然后孩子也帮我们带了。بسبب الظروف الجبلية السيئة لا يبقى شباب مثل تشينشيان في الجبال. وبعد الانتقال لا داعي لتشينشيان وزوجها وان تشين فونغ الخروج إلى العمل، فهي تعمل في مصنع الحي وزوجها يزرع الفطر. 把这里有这个100平米的房子，感觉跟村里人生活一样了。幼儿园啊、小学、农贸市场啊、社区医院、YF孕产检这个相关产业基地，这是都有。 اليوم تحتاج سقيفتي الفطر إلى وضع العصا الفطري، فأتى الأمين وي والفني في الصباح الباكر للمساعدة. 然后开始，好的。对。现在这个温度是正好就是脱蛋的时候。对对对对对。因为它马上就要发菇了。对。进壳朝。当时这个扶贫干部说过来种香菇，心里都没底儿，都没见过这个香菇，不知道怎么回事。这个帮扶干部给我们讲，有专业的技术指导，都得会手，保证我们这个贫困户的收入，这样才有信心过来种这个香菇。 وفقاً لنموذج الشركات الرائدة والقواعد والمزارعين، بنى حي تشين لون تشيان قاعدة الإنتاج الموحد لزراعة الفطر بمساحة 780 ألف متر مربع و 1470 كوخاً لزراعة الفطر، وحققت تربية الفطر 8.3 مليون عصا سنوياً. هناك أكثر من 1500 مهاجر من حوالي 500 أسرة في حي تشين لون تشيان، تخلصوا جميعا من الفقر وزاد دخولهم من خلال زراعة الفطر. 现在技术也学了技术了啊，慢慢的就扩展这个大的规模，多种一点。今年这个承包了个三个香菇大棚，明年再多加几个。我在挖子厂上班，我老公种香菇，我身边也有很多朋友。 زاد عدد السكان المقيمين في حي تشين لون تشيان من أكثر من 5000 نسمة إلى أكثر من 8000 نسمة. 常住人口比去年多了接近3000人，他能住在这里。 同时长期在这生活，说明他肯定有就业的门路和生财之道。因为现在的生活压力、生活节奏都比较快，如果没有的话，肯定会有流动出去的。في حي تشين لون تشيان من منطقة يونيانغ، غناء الأطفال في روضة الأطفال ورفرفة الغزل في المصنع وهدير الآلات وصوت أدوات المطبخ، فضلاً عن ضحكات الأهالي في أكواخ الفطر، كلها تظهر شعور المهاجرين بالسعادة والكسب.我叫张福清，1976年2月生，是我们让大机关配驻周家洼村的第一书记兼扶贫工作队长。我们是2016年3月份驻村，到现在已经快5年时间了。我电话是93993以前，我以前给他打电话都过了。哦，大娘。 哦，你忙了不？哦，也不忙。过得有事了。啊，现在我也下去过个了，反正我正好在这个小区了。哦哦。关键一下不发展就不太好。رقم الهاتف الوحيد الذي تستطيع العمة وانغ حفظه هو رقم هاتف تشين فو تشين، وهو كادر من مجلس نواب الشعب لمحافظة كولان. بعث لقرية تشاو جاوا لتولي الأمين العام عام 2016. انتقلت القرية في سبتمبر 2017، فذهب تشين فو تشين وفريقه للمدينة مع المهاجرين،
وأنشأوا محطة تشاو جاوا للعمل في حي غوان خوي السكني. رغم انتقالهم للمدينة لكنهم لا يزالون يطلبون مساعدة فوتشينغ. 咱们的下去嘛，对咱们干部，对政府之间的一种信任，包括现在他们有些什么吃不准的事情，都给我打电话，啊，问一下。大家用不了一个白菜吧？差不多。تعد أسرة وان سان يوي أصعب أسرة في قرية تشاو جاوا. توفي زوجها وابنها بالمرض، وتركت زوجة ابنها المريض عقلياً طفلين للهروب من المنزل ولم تعد للآن. وقع عبء الأسرة على وان سان يوي المريضة، ولذلك يولي تشون فو تشين وفريقه رعاية خاصة لها. يقع مسقط رأس وان سان يو قرية تشاو جاوا في أعماق جبال يوليانغ. هناك بئر واحد ومياهها غير كافية. يقع الحقل على متن جبال يوليانغ، أما الطريق على سفحه. هذه المنطقة شديدة الفقر، والعديد من القرى بين جبلين، لا طريق يمكن الوصول إليها، والناس عانوا من الفقر. لا يمكن التخلص من الفقر إلا بالانتقال. إن مغادرة مسقط الرأس أمر صعب. يقول كبار السن إن الأرض تطعمهم على الرغم من أنها أصبحت جرداء، ويصرون على العيش على الأرض المألوفة. يفهم أعضاء فريق العمل القلق، ويفسرون السياسة لإقناع كبار السن بالخروج من الجبال وعيش حياة أفضل. الثاني والعشرين من سبتمبر 2017 يوم الانتقال لقرية تشاو جاوا. ودع كبار السن مسقط رأسهم بطريقتهم.
تقع منازل القرويين الجديدة في حي غوان خويون السكني للمهاجرين بمحافظة كولان. سينتقلون من الريف إلى الحضر ومن الزراعة الفقيرة ليصبحوا مواطنين عاديين. كانت هذه العملية أصعب بالنسبة للشيوخ الذين عاشوا في الجبال. قال تشون فو تشين إنه بالرغم من أن القرويين انتقلوا من الجبال إلى المدينة، إلا أنه لابد عليهم من تقديم مساعدة باستمرار إلى هؤلاء القرويين لمساعدتهم على التكيف مع الحياة الجديدة. بعد انتقال العم ليو فو يو إلى حي غوان خوي يون، رأى العديد من الناس عثروا على الوظائف فشعر بالقلق. رغم كبر سنه أراد العثور على وظيفة فلجأ إلى تشون فو تشين. عندما رأت يان أرتس زوجها العجوز عامل نظافة لم تستطع الجلوس في المنزل. تجتهد يان أرتس كثيراً في عملها، ويعرف تشون فو تشين أن هؤلاء المسنين يريدون العثور على وظيفة ليس بسبب المال فقط، بل الاندماج في المدينة وفي الحياة الجديدة بواسطة العمل. أصبحت حياة العمة وان سان يو أفضل، ولكنها لا تزال تقلق. اتصل مجلس نواب الشعب بمحافظة كولان بمدرسة خاصة في مدينة شينجو لمساعدة طفلي أسرة وان سان يو. قد يختلف الشعور بالسعادة والرضا من شخص لآخر، ولكن من يتمتع بالسعادة والرضا يمكننا رؤية فرحة السعادة في وجهه ونور الأمل في عينيه. ساعة不就这了，在家把那那个孩子看见变化成大了，我都满足要求了。那会儿是八十六斤了，这会儿九十多斤了。
يتمتع الفقراء الذين عاشوا في الجبال والوديان اليوم بظروف الإنتاج والمعيشة الأفضل من بنية تحتية وخدمات عامة أساسية، واندمجوا بسرعة في الحضارة الحديثة، تمكنوا من القضاء على الفقر وكسبوا الثروة. في مناطق الأقليات القومية شكلوا نماذج متميزة للتخلص من الفقر وكسب الثروة من خلال تطوير الصناعات ذات الخصائص القومية، وشقوا طريقاً عملياً للتخلص من الفقر. إن محافظة هوتشو بمدينة هايدونغ بمقاطعة شينغهاي محافظة ذاتية الحكم الوحيدة لقومية تو في الصين، وتقع قرية بانيان التي تم نقلها هنا. في 23 من أغسطس 2016 جاء الأمين العام شي جين بين إلى قرية بانيان لتفقد أعمال إعادة التوطين. في غضون سنوات بدأت لجنة القرية تجربة طريق تنموي جديد بتطوير السياحة الريفية. تقع محافظة هوتشو الذاتية الحكم لقومية تو في منطقة فقيرة بجوار جبل اليوبان. عبدت القومية قوس قزح، ولذلك يطلق عليها مسقط رأس قوس قزح. بسبب موقعها على هضبة شينغهاي التبت وبيئتها الطبيعية القاسية وظروف التنمية المحدودة، فإن الفقر مثل جبل شاهق ينتصب أمام الناس. كانت 129 عائلة في قرية بانيان تعيش على قمة جبل شاغو حتى 2015. عام 2016 تم نقل 484 شخصاً من 129 عائلة على جبل شاغو إلى قرية جديدة بجانب الطريق تحت الجبل، وبدأت قرية بانيان صناعتها المتميزة. تخطط القرية لاستخدام مزاياها الجغرافية لمحاولة تطوير السياحة الريفية من أجل تحريك مزارع القرية وحدائق مطرزات بان وخمارات مين لي جيو وغيرها من الصناعات. ليو يو جين صانع نبيذ في القرية يريد انتهاز الفرص التي أتاحتها السياحة لتوسيع تجارته. خمر مين لي جيو نوع من نبيذ الشعير بقومية تو، لم يكن في الحسبان أن يصبح تجاريا. بعد 24 ساعة من التخمير يصبح شعير الهضاب حلوى مفضلة لأهل شينغهاي. يسكب في وعاء النبيذ للتخمير في 20 درجة للحرارة في الغرفة. بعد 30 يوما وفي القدر البخاري يوضع مرة أخرى ويطهى لساعة ونصف. يتم تقطير النبيذ بالكامل ويتحول إلى خمر مين لي جيو صاف وعطر. يزور جميع السياح في قرية بانيان حانة ليو يوجين، وبمرور الوقت ذا عصيته. وبالإضافة لنبيذ مين ليو جيو، هناك مطرزات بان المشهورة لقومية تو ورائدتها تشان جو ما شي جي.
那时候15岁慢慢学吧，16岁的时候家自己的家长也学吧，19岁出家吧，你说准备了4-5年吧。تزوجت تشان تشو ماجي جي رجلا في شاغو وكانت أقل من 20 عاما وهناك عاشت 30 عاما. لم تكن تفهم قيمة المطرزات بسبب العزلة، ولكسب الرزق باعت ثوب الزفاف المطرز من مطرزات بانا الذي صنعته والدتها ب80 يوانا. مطرزات بان لقومية تو تراث ثقافي وطني غير مادي وبطاقة السياحة لقرية بانيان. تشمل المطرزات أكثر من 500 نوع وتلاقي إقبالا شديدا. تشان تشو ماشي جي البالغة 54 عاما وارثة للتراث الثقافي غير المادي في القرية. 这个评分你看，这个修，这个一个修两修了，这个修一个修两，这三个一个人修的，把这个是台子涂一个人修的，10天嘛是那么个，再修出来的，修出来就我们就连夜把这个做出来，做好了就我们亲家会上展了。 أصبحت آفاق أهل بانيان أوسع ويستفيدون من موارده الثقافية القومية بشكل كامل لتطوير صناعة السياحة الريفية وتخلصوا من الفقر في 3 سنوات وحققوا النجاح ووسعوا أفكارهم. وفقاً لبيانات لجنة الدولة للتنمية والإصلاح وخلال فترة الخطة 5-13 تجاوز إجمالي الاستثمار في إعادة التوطين للقضاء على الفقر 1 تريليون يوان، ما حفز استثمار الأصول الثابتة وتنمية الصناعات ذات الصلة في المناطق الفقيرة. تم تعزيز التكامل الثنائي، تعزيز المدينة بالإنتاج وازدهار الإنتاج بالمدينة، ما دفع عملية التمدن للمهاجرين ورفع سرعة التحضر الجديد وجودته.12岁，我是惠民小学6年级2班的一名小学生。我们家是2017年从宁旺搬到民田社区的。这个人是从哪里来的呀？يقع مسقط رأس يان خويلي في جبال محافظة خويشوي بمقاطعة غويجو، ما يعيق تعليم الأطفال. 因为那个学校离我们那个村子有点远，然后还要走山路1个小时吧，有那些石头啊，那些都在那个路上面就不太好走，而且是很窄的那种，下雨天又路滑，就有时候就会摔跤。البيئة السيئة لا تناسب العيش، والشباب يذهبون جميعا للعمل خارج الجبال لكسب الأموال، ويبقى كبار السن والأطفال في القرية. بالنسبة ليان خويلي، أصعب شيء في السنة هو الشوق إلى والدتها. 在老家的话就很少见到爸爸妈妈，然后都很想他们，但是奶奶那个手机有时候就没有话费嘛，就打不到电话。以前小时候嘛，我就跟我妹妹他们就搭了一个那个秘密基地嘛，我就会到那里去哭，然后哭一小会，我就跟我奶奶说，我就骗她说我去玩耍了。有时候打电话的时候，不要说她哭，连我都哭，但是没办法嘛，在外面。 如果回家的话也没钱，为了他们生活好一点的话，必须在外面。
منذ عام 2016 نفذت مقاطعة غويتشو عملية غير مسبوقة بإعادة التوطين، وفي غضون 5 سنوات تم نقل 1.88 مليون فقير، أكثر من 1.5 مليون فقير مسجل في مقاطعة غويتشو. 95% منهم دخلوا عصر التحضر. عام 2017 انتقلت عائلة يان خويلي إلى حي شينمين في محافظة كويشوي، والتحقت الطفلة بالمدرسة الجديدة ووجد والدها العمل هناك. لحل مشكلة تعليم أولاد المهاجرين استثمرت الحكومة 120 مليون يوان لبناء مدرسة خويمين الابتدائية. التعليم هو الطريقة الأكثر فاعلية لمنع انتقال الفقر بين الأجيال، والأهم من كل ذلك أن الأولاد الآن لديهم رؤية أوسع ولديهم خطط طويلة الأجل نحو المستقبل. تحسنت ظروف التعليم والرعاية الصحية والثقافة بشكل شامل في المناطق الفقيرة، وزاد مستوى الخدمات العامة. وفقاً للتحقيق وبعد الانتقال، تم تقليل متوسط المسافة من المنزل إلى المدرسة الابتدائية ب 5.2 كيلومتر، وإلى العيادة ب 3.9 كيلومتر، وإلى المركز الصحي في البلدة ب 5.5 كيلومتر.换一个地方也换一个世界一样，生活改变了，要好好活，活到一百了是谁的？国家这个政策，它有这种政策在这里，还是挺幸福的。人嘛，都向往好的。不仅是搬进了社区，要把心搬到了社区，还要把我们的民族文化跟着一起搬进来社区。 في السنوات الخمس الماضية تواصل بناء عمارات وأحياء جديدة، وتحقق للمهاجرين الإسكان وتربية الأطفال والتعليم والرعاية الصحية ودعم كبار السن ودعم الضعفاء. قطرات من العرق وحب من القلوب مقابل الوجوه المبتسمة في أنوار آلاف العائلات. لا تقتصر إعادة التوطين من أجل القضاء على الفقر على الهجرة الجغرافية لملايين الفقراء فقط، بل تشمل إعادة تشكيل نمط الإنتاج والحياة والأنماط الحضارية والريفية وتكوين علاقات اجتماعية.
إنها صورة حقيقية لتركيز الحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية على مساعدة المهاجرين على التخلص من الفقر والتقدم للازدهار.